وبشأن كل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع وجهات نظر من اسطنبول. سيد مصطفى، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزير الخارجية الأمريكي حيث قال إن تنظيم الدولة لم يهزم بشكل كامل في العراق. ماذا يعني هذا التصريح سيد مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. منذ احتلال العراق عام 2003 والولايات المتحدة وعملائها في العراق وإيران وعملائها في العراق يخترعون مزيد من هذه الألاعيب في العراق لتدمير مدنه وقتل أهله ونهب ثرواته، وبالتالي فهذا التصريح يأتي الأمريكي يأتي في هذا الإطار. هم دائما يخترعون هذه الميليشيات والقوى الإرهابية ليديموا حالة القتل والتدمير والسرقة في العراق. سيد مصطفى، يعني حيدر العبادي في كلمته في مؤتمر المانحين في الكويت قال بأنه قد استلم خزينة العراق من سلفه فارغة، وطعن بشكل مباشر في إدارة العراق في عهد سلفه نور المالكي. ألا يعد هذا التصريح إدانة بهدر المال العام سيد مصطفى؟ هذا التصريح أولا هو إدانة له لحيدر العبادي قبل أن يكون إدانة لمجرم الحرب والإرهاب الدولي نور المالكي. حيدر العبادي نفسه كما نعلم كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نواب المنطقة الخضراء، وبالتالي فإن بيده كان عمليات نهب المال العام والإثراء غير المشروع والهدر الكبير في ثروات العراق وشعبه. كان بيده أن يعالج هذا الأمر وأن يتصدى له في قبة تحت قبة البرلمان، بدل أن يشكو الآن من ضياع الأموال وأنه استلم خزينة العراق فارغة. حيدر العبادي جزء من هذا النظام، جزء من هذا الحزب الإرهابي الشيطاني الذي يتولى مهمة تدمير العراق منذ احتلاله، وبالتالي هو يتحمل كامل المسؤولية كما يتحملها كل القياديين الذين تعاقبوا على المناصب في العراق. حيدر العبادي ليس بريئا من هذه الجريمة الكبرى في استنزاف أموال العراق وتخريبه وهدر ثرواته وقتل أهله. لكن سيد مصطفى، لكن حيدر العبادي يصرح أكثر من مرة بأنه قد استلم خزينة العراق فارغة. هذا التصريح وهذا الكشف ألا يشفع له أمام العراقيين بشكل محدد سيد مصطفى؟ العراقيون يعرفون جيدا أن هؤلاء جميعا، هذه الطبقة الفاسدة المجرمة الإرهابية القاتلة المزورة، جميعها يعني تتحمل مسؤولية ما حصل طيلة 15 عاما في أنحاء العراق، وبالتالي لن يسامحوا لا حيدر العبادي ولا نور المالكي ولا أي من العملاء الذين تسلموا الحكم بعد غزو العراق واحتلاله. هؤلاء مسؤولون أمام الشعب العراقي وأمام التاريخ وأمام دول العالم عن المليارات أو مئات المليارات التي أهدروها على مدى السنوات 15 الماضية، وعلى الدمار الذي ألحقوه بالبلاد وبالبنية التحتية. هم ليسوا فقط أهدروا هذه المئات المليارات التي قد تصل إلى أكثر من 1,000 مليار دولار نقدا مما استلموه خلال السنوات 15 الماضية، وإن دمروا حتى مرتكزات البنية التحتية والتي بناها النظام الوطني في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية. هم دمروا كل شيء ولم يبنوا أي شيء وسرقوا كل شيء. سيد مصطفى، في تصريح لوزير خارجية الكويت في هذا المؤتمر يعني حذر بشكل واضح من خطر يهدد المجتمع الدولي يتمثل بوجود مجاميع مسلحة في العراق. هل هو يشير بشكل مباشر إلى الميليشيات الموجودة في العراق، أم أنه يشير فقط إلى تنظيم داعش في العراق والمجاميع المتشددة المتطرفة؟ الكويت والدول الأخرى التي ساهمت في عملية غزو واحتلال العراق وتسهيل ما حصل من جرائم
لاحقا، يتحملون هم أيضا هذا وزر هذا الذي جرى في العراق، والذي أصبح العراق بموجبه بؤرة لانطلاق الفتن والتخريب والإرهاب في كل المنطقة. العراق الآن يصدر الإرهاب ويصدر الميليشيات. أنا تصريح الوزير الكويتي محصورا بداعش فقط، فإنه ينظر بعين عوراء وينظر إلى نصف الكأس أو نصف الحقيقة التي يعيشها العراق. التنظيم داعش تنظيم إرهابي لا جدال على ذلك، ولكن الميليشيات تنظيم إرهابي آخر، وهو أكثر تمكنا وأكثر انتشارا في الخارطة الجغرافية العراقية، وهو منتشر في كل المناصب والمواقع الإدارية والرسمية والأمنية والعسكرية، وفي البرلمان وفي الوزارة وفي الرئاسات الثلاث كما يسمونها. نعم سيد مصطفى، آسف لضيق الوقت، أشكرك من اسطنبول مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.